السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة وعودة بعد انقطاع لبرنامج تاخر خدني جنبك. والنهاردة هتبقى حلقة خاصة عن الحرب اللي دايرة في أوكرانيا. بقالنا سنين يمكن ما حكيناش عن الأحداث الجارية، لكن اللي شجعني النهاردة إني أتكلم في الموضوع ده هو صلته الوثيقة باللي فات واللي جاي. الصلة الوثيقة بكتاب سلام ما بعد سلام اللي قعدنا نتناقش فيه سنة كاملة، والحرب العالمية الأولى اللي إعادة رسم خريطة العالم كله وحطته في حالة سلام مش ممكن يبقى فيه بعديها سلام، فنتج عنها الحرب العالمية الثانية وبعديها بداية الحرب الباردة واللي من نتائجها اللي احنا شايفينه دلوقتي في أوكرانيا. وصلة وثيقة كمان بكتاب عقيدة الصدمة اللي بنحضر ليه واللي إن شاء الله نتمنى إن احنا ما نقعدش فيه سنة هو كمان، اللي فيه حكاية تفكك الاتحاد السوفيتي وبزوغ نظام القطب الأوحد، مهندس اقتصاديات الصدمة والكوارث في العالم وهو الولايات المتحدة. وخلال الحلقة واحنا بنتكلم هنفهم اكتر ايه علاقة الكتابين باللي بيحصل دلوقتي في اوكرانيا. لما كنا شغالين في كتاب سلام ما بعد سلام، كانت من الحاجات اللي بتدعو للتأمل بشكل كبير جدا هو قلق البريطانيين لما بعد الحرب العالمية الأولى. لما الحرب تنتهي إيه اللي هيحصل بالظبط؟ والحقيقة كان عكس ما كنت أنا متخيل، إن بعد الحرب بيبقى الأمل متعلق بإن الشعوب يعدي عليها الوقت وتنسى اللي حصل وتنسى الحرب والبهدلة اللي كانت فيها وتنسى العداوة اللي كانت ما بينها والموضوع يهدى وينتهي. لكن اللي كان قلق قادة الحرب وقتها هو العكس تماما، إن الوقت لما يعدي الناس تنسى الصراعات والتفاعلات والمدعكة اللي أدت للوضع اللي وصل ليه العالم بعد الحرب، واللي هو فجأة الناس تقول إيه ده؟ قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا ويقوموا يهجموا ويضربوا في بعض تاني؟ لأن الواقع تاريخ، وحتى الحكمة بتقول لنا إن الأصل إن الناس بتصارع بعض والأمم بتتدافع، وكله عايز ياكل لما يشبع، ولما يشبع عايز تجيله تخمة، وإن غالبا السلام هو الأمر الطارئ المؤقت اللي محتاج مجهود كبير للحفاظ عليه، وان الحرب للاسف هي الاصل. فهم التفاعلات دي بعيدا عن الكلام الرومانسي بتاع القانون الدولي وان الناس خلاص يعني بقت متحضره وعاقله وعارفه مصلحتها والعالم اصبح قريه صغيره والدول بتتعاون مع بعضها وهم هبوا بعض والكلام اللطيف ده، مبادئ المدرسه الواقعيه بتقول عكس كده خالص. مبادئ المدرسه الواقعيه في السياسات الخارجيه بتقول ان الدول بتدور على مصلحتها، وان ساعه الجد لقانون دولي ولا منظمات عالمية ولا أمم متحدة ولا بطيخ، وكل واحد يسلك حقه ويعمل اللي هو عايز يعمله بدراعه، زي ما بيقول واحد من أساتذة المدرسة الواقعية حاليا اللي هو جون ميرشيمر، تقريبا ده اسمه مظبوط كده أتمنى يعني، إن تفكير السياسيين بتاع القرن اللي فات واللي هو بينتمي ليهم واللي بوتين في روسيا وشي في الصين وقيادات إيران حاليا بينتموا لنفس نوع التفكير ده، تفكير المدرسة الواقعية. في مقابل تشكيلة قيادات في أوروبا وأمريكا، عينيهم فتحت على القطب الأوحد اللي بيلعب في الخريطة زي ما هو عايز بدون أي اعتبار للصراعات والتفاعلات والمدعكة اللي أدت للوضع اللي موجود. القيادات الجديدة دي شايفة إن بواقع الوضع الحالي من منظمات دولية وأمم متحدة و إلى آخره، ويعني جزء من القوى الناعمة والعقوبات الاقتصادية اللطيفة، القطب الأوحد ده هيقدر يسيطر على أي حاجة مهما كانت ومهما كان حجمها، بغض النظر عن أولويات الدول التانية واللي ممكن يكونوا السياسيين دول بيزنقوها في ركن يخلوها تتصرف تصرفات مؤذية لنفسها وللعالم. المقدمة دي في رأيي الشخصي يعني مهمة جدا لمحاولة تكوين تصور واقعي للحرب اللي بتحصل في أوكرانيا. وعلشان المقدمة دي نصحت على البث بتاع التويتش إن الناس تروح تتفرج على محاضرة مهمة جدا جدا للبروفيسور ميرشيمر لفهم سبب الحرب، والرابط بتاعها موجود في وصف الفيديو ويظهر فوق على الشمال. ببساطة ناس بتلعب شطرنج مع ناس بتلعب دومينو. بوتين الواقعي بتاع القرن اللي فات وأمريكا وأوروبا اللي عاملين زي اللي أبوه جاب له لعبة جديدة وعمال يدوس على كل الزراير مرة واحدة. معلش هنكمل مع بعض سيكا في شوية تاريخ كمان. اكتوبر 1962 كان شهر مرعب للعالم كله، وكل بلد طلعت كل النووي اللي عندها ورصته، وكان توقع الناس حرفيا ان الايام هتقوم والكوكب هيتفرتك. يا ترى السبب كان ايه؟ هنرجع ورا شويه كمان بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه وبدايه الحرب البارده اللي فيها كانت الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي يعني داخلين في سباق تسلح ومواجهات يعني اغلبها كانت مواجهات غير مباشره. كان جزء من المواجهات دي هو تجنيد وضم دول سواء للمعسكر الاحمر الروسي الشمال او المعسكر الابيض الامريكي الاوروبي اليمين اللي عمل حلف الناتو او حلف شمال الاطلسي. كان في دايما حرص من الطرفين على وجود مسافه بين اقرب دوله مواليه للولايات المتحده واقرب دوله مواليه لروسيا. فضل الناتو من وقتها يبص يمين، ومش بس يبص يمين في اتجاه الاتحاد السوفيتي، لكن كمان من الناحيه الثانيه نشرت الولايات المتحده قواعد صواريخها البالستيه القادره على حمل رؤوس نوويه على حدود الاتحاد السوفيتي مع تركيا
ومع ايطاليا. روسيا قفشت هي كمان وقررت تنشر صواريخها في دوله من الدول اللي مواليه ليها في امريكا وهي كوبا. المشكله ان ده بيصطدم مع قاعده ومع عقيده عسكريه قديمه في الولايات المتحده الامريكيه وهي ما يسمى بعقيده مونرو. 1923 الرئيس الامريكي جيمس مونرو اعلن عن ما عرف بعد كده بعقيده مونرو، وهو ان نص الكره الارضيه اللي ناحية الغرب ده او العالم الجديد ده نفوذ امريكي لا يسمح لاي حد من العالم ان يبقى ليه اي نفوذ منافس، واللي هيعدي منطقة النفوذ دي يبقى بيهدد الولايات المتحدة الامريكية وجوديا او ما يعرف بالexistential threat، ويبقى ده اعلان حرب. حاجة كده زي ما كان عندنا زمان زمان قوي في الجيش، لما كان في جيش يعني، كان في ما يسمى بعقيدة ابو غزالة ان اي حد يحط اي سد على نهر النيل يبقى بيهدد مصر وجوديا ويبقى بيعلن الحرب على مصر. المهم يعني ده كان زمان. صواريخ بتاعت روسيا وصلت لكوبا والولايات المتحدة شاطت، وكان في نية في الأول لدك منصات الصواريخ دي كلها اللي موجودة في كوبا وإعلان الحرب على روسيا أو على الاتحاد السوفيتي. لكن الرئيس الأمريكي جون كينيدي وقتها تريث وعمل حصار بحري لمنع وصول أي صواريخ جديدة، ودخل في مفاوضات سرية مع نيكيتا خرشوف زعيم الاتحاد السوفيتي، وتوصلوا لأن يعني شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، أو شيل ده عن ده يرتاح ده من، هو حد فيهم هيتشال والتاني هيرتاح. المهم يعني قالوا لهم شيلوا الصواريخ من تركيا وإيطاليا وإحنا نشيل الصواريخ من كوبا، ويعني خفوا شوية في موضوع التوسع شرقا ده علشان ما نقفش عليه. الله، طب يا جماعه فين هنا سياده تركيا وايطاليا وسياده كوبا؟ اختياراتهم الحره بوجود الصواريخ يعني حقهم الشرعي في الدفاع عن النفس. سيادتك تعرف الاكزيستنشال ثريت؟ عندما يتعلق الامر بالاكزيستنشال ثريت فلا تحدثني عن الارادات الحره للشعوب. راح غير مأسوف عليه الاتحاد السوفيتي وراحت ايامه، والنيتو فضل يزحف لحد حضن الجمهوريات اللي خلفها الاتحاد السوفيتي بعد ما تفكك. ده بمخالفه صريحه لوعد شفهي كانت وعدته الولايات المتحده الامريكيه لروسيا وقت تفكك الاتحاد السوفيتي، وهو ان هما لن يتوسعوا شرقا. الولايات المتحده انكرته بعد كده وقالت ان يعني ما وعدناكوش بحاجه. ضم النيتو تقريبا دول ما كان يعرف بيوغوسلافيا، وضم دول البلطيق، وضم المانيا الشرقيه زي ما قلنا، وضم بولندا كمان. وروسيا قعد على طريقه محمد صبحي، قلت يا واد طنس خالص لما نشوف النيتو ده عايز ايه، لحد ما وصل الكلام دلوقتي لاوكرانيا. فلو انت قاعد في الثالثه شمال عند روسيا كده هتبقى شايف ان روسيا بتمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس ضد خطر وجودي، وهو وصول حلف الناتو لحدودها وتضييق الخناق عليها، خصوصا من ناحيه اوكرانيا اللي هي تعتبر واحده من المنافذ على المياه الدافئه لروسيا، واللي حمايتها تعتبر هدف استراتيجي تاريخي لروسيا من قديم الازل. خلاص روسيا على حق يا معلم، واللي بيعملوه ده في السليم وحقها، وامريكا لحست اتفاقها معاها، كان في اتفاق شفهي ان يعني ما تخشوش الاراضي دي ودخلوها وبلعوها، بس لحد بقى كده ايه الا السروال يعني لحد اوكرانيا، لا اقطموا بقى خلاص كفايه كده ونقف لحد هنا وبتاع سهله كده، ها خلاص روسيا تمام احنا مع روسيا. الحقيقه لا، هي مش سهله قوي كده، وعايزك تيجي معايا الناحيه الثانيه شويه. عايزك تيجي معايا الناحيه الثانيه شويه، والناحيه الثانيه فيها شعب محتار بين تاريخ وجزء من الشعب من اصول روسيه بتشده شرقا ناحيه روسيا، وجزء تاني اللي هو الجزء الاكبر عايز يخرج من الحشره بتاعه الشرق الرجعي للغرب الراسمالي المبسوط اللي متكيف. دي مثلا اللي احنا شايفينها استطلاعات الراي اللي اتعملت في اوكرانيا، لو اوكرانيا عايزه تنضم لتحالف يا ترى التحالف ده يبقى مين؟ شعب يفضل الاتحاد الاوروبي ولا اتحاد تجاري مع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، ولا حاجه ثالثه خالص، ولا انا ماليش فيه اصلا. شايفين الازرق بتاع الاتحاد الاوروبي، كل ما ننزل تحت اللي هي المدن اللي ناحيه الشرق اللي قريبه من روسيا والجنوب الشرقي يعني بيقل قوي الازرق على حساب الاحمر بتاع روسيا. فالبلد زي ما احنا شايفين فيها انقسام حقيقي في الراي، وان كانت الاغلبيه رايحه ناحيه الغرب، والغرب في بوخارست في ابريل 2008 اعلن انه بيرحب بشويه دول من شرق اوروبا ومنهم اوكرانيا للانضمام للناتو. وعلشان نبسط الموضوع ببساطه خالص، اوروبا قاره، الاتحاد الاوروبي منظمه اقتصاديه لبعض الدول اللي موجودين في القاره دي، الناتو او حلف شمال الاطلسي منظمه عسكريه بتضم دول اغلبهم من اوروبا، يعني مش كل دول اوروبا اعضاء في المنظمتين، ولا الاعضاء المشتركين في واحده بيبقوا تبعيه مشتركين في الثانيه. بريطانيا مثلا عضو في الناتو لكن بره الاتحاد الاوروبي زي ما احنا عارفين، تركيا نفس الكلام عضو في الناتو بره الاتحاد الاوروبي، عكس قبرص موجوده في الاتحاد الاوروبي ومش موجوده في الناتو. المهم ان غالبيه الشعب الاوكراني مع الانضمام للاتحاد الاوروبي، اراده شعبيه عبرت عن نفسها في مظاهرات وثورات ومواجهات مسلحه كتيره مع الحكومه ومع الشرطه ومع الجيش، فخلاص بقى دي اراده شعبيه، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان مش عارف ايه والكلام سهل اهي بقى، خلاص انسى روسيا بقى اللي عايزه حقها ومش حقها مالها، ده في شعب عايز حاجه مختلفه، انتوا مالكم انتوا بتوع روسيا؟ الحقيقه برضو مش سهله قوي كده.
سياسيا جوه اوكرانيا عندنا في جهتين، جهه المفروض انها حادفه يمين شويه، رئيس جمهوريه ورئيس الوزراء بتاعته فيكتور ياشانكو ويوليا تامشانكو. طبعا تامشانكو وشاشانكو للصبح بقى في الاسماء بقى يعني بيها لربنا، حط صورهم هنا وانتوا تصرفوا لان انا قعدت احفظ في الاسم وما بيتحفظش وغالبا بننطقه غلط. انا اعرف ناس هناك ما بتلاقي في حاجات في النص في الصوت احنا ما بنبقاش فاهمينها وهم بيسمعوها ما تفهمش ازاي. هو خدوا الاسماء زي ما هي وانتوا عارفين انا قصدي ايه، ما حدش يقعد يصحح بقى في التعليقات تحت شانكينكو بانشينكو. وجهه ثانيه المفروض انها حادفه الشمال حبه ناحيه روسيا اللي فيها يانكوفيتش. الجهتين بيلعبوا الكراسي الموسيقيه حرفيا على حكم اوكرانيا. خط الاحداث في منتهى اللخبطه ومحتاج كلام وشرح كتير جدا لما وراء الاحداث، بس من بره الدنيا ملخبطه على الاخر. يوليا اللي المفروض انها ضد روسيا بتتسجن بتهمه اساءه استخدام السلطه في توقيع اتفاقيه. توقعت اتفاقيه المفروض انها ضد روسيا تبقى مع اوروبا، لا الحقيقه الاتفاقيه دي كانت مع روسيا علشان روسيا توافق على فتح تصدير الغاز مره ثانيه لاوكرانيا ومن وراها دول اوروبا اللي معتمده على الغاز الروسي. لما بوتين قرر ان هو يربي اوكرانيا بوقف الغاز ليها، وبما ان جزء كبير من الغاز اللي رايح على اوروبا معدي من خلال اوكرانيا فجزء كبير من اوروبا نشف من البرد. وبالمناسبه يعني الخريطه دي بتوضح مدى اعتماد دول اوروبا على الغاز الروسي. المانيا 39% من الغاز بتاعها بتاخده من روسيا، بولندا 46%، التشيك 70%، دول البلطيق ليتوانيا واستونيا ولاتفيا 100% من الغاز بتاعها بتحتاج انها تاخده من روسيا. يانكوفيتش بقى ده اللي هو المفروض انه مع روسيا كان بدا في برنامج تاهيلي لاوكرانيا، بيأهل اوكرانيا لايه؟ علشان يجهزها للانضمام للاتحاد الاوروبي. ده الراجل ده بتاع بوتين يا جماعه. بوتين راح شمطه حزمه عقوبات، جاب الاقتصاد على وشه، فراح جري مضى اتفاقيه مع بوتين باستثمار 15 مليار دولار تحطهم روسيا في اوكرانيا وتخفيض في سعر الغاز، وراح مدلعه اخر دلع مقابل انه يصرف نظر عن موضوع الانضمام للاتحاد الاوروبي ده خالص وللناتو والقصه دي. فالناس طلعت عملت ضد يانكوفيتش ثورة جديدة، واللي كانت في يورو ميدان أو ميدان التحرير الأوكراني، وخلعوه وخرجوا يوليا وعملوا انتخابات جديدة. ووقتها اجتاحت روسيا القرم من جنوب أوكرانيا اللي هو اللي مش هتدهولنا بالذوق هنيجي ناخده بالعافية، مكيشين 15 مليار يا غجر احنا هنهزر. وفضلت تطورات الأحداث لحد إعلان الحرب الأخيرة بسبب إصرار الرئيس الأوكراني الأخير على توقيع الاتفاق بتاع الانضمام للناتو. البارادوكس والمفارقات هنا حقيقي معقدة ومش سهل تكوين رأي صريح في الموضوع، لكن الحاجة اللي مفيش فيها وجهات نظر في رأيي الشخصي يعني هو موضوع الدم، الأرواح اللي بتزهق في سبيل الولا حاجة، اختيارات هم غالبا ما اختاروهاش. يعني الانتخابات الأخيرة اللي لبست أوكرانيا في وش روسيا 60% بس من الناس هم اللي راحوا انتخبوا، 40% من الناس اللي المفروض ان هم إليجيبل أو مسجلين على قوائم الانتخابات ما راحوش انتخبوا اساسا. شيء مرعب ومؤسف ومرفوض. اكيد ما حدش وافق على قتل اطفال وناس ابرياء وناس ما لهاش علاقه بالحرب والبطيق ده كله، لكن سياسيا دي قصه تانية فيها مفارقات كتير زي ما حكينا دلوقتي. زي ما كلنا تابعنا الاسبوعين اللي فاتوا، التغطيه الاعلاميه للحرب في اوكرانيا كان فيها تلقيح كلام كتير علينا، وده ادى لغضب كبير قوي من جموع العرب والمسلمين بشكل عام، من اول الست اللي صعبان عليها ان اللي بيموتوا دول شقر وعينيهم زرقاء. لان انا مش عارف الحقيقه، ما بتشوفش فيديوهات محمد بتاعه الانستغرام، ما شاء الله الاطفال بتوع سوريا برضو بيض وعينيهم زرقاء بالمناسبه. والبطيخه اللي بيقارن العراق باوكرانيا بيقول ان اوكرانيا مكان متحضر مش زي العراق وافغانستان، على اساس ان العراق ما جاتش وبعدين جه وراها الحضاره اساسا. يعني ومش بس بتكلم على التاريخ، انا بتكلم على حاضر قريب خالص قبل الاحتلال الامريكي. يمكن كنت حطيت صفحه من كتاب عقيده الصدمه بتقارن فيه نعومي كلاين ما بين نظام التعليم في امريكا ونظام التعليم في العراق اواخر ايام صدام، ومستوى تعليم عامه الشعب في العراق مقارنه بولايات كتيره في امريكا. وطبعا يعني الكلب مكيالين الواضح قوي ما بين دعوه اوروبا للتعاطف مع اوكرانيا في نفس الوقت اللي اوروبا بتدعم فيه كيان زي كيان الصهيوني، في نفس الوقت تحديدا اليومين اللي فاتوا دول عند باب العمود الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى. موضوع يمكن مستهلك ناس كتير اتكلمت فيه، لكن كان عندي ملاحظه صغيره قوي. بعض الناس يعني خلينا نقول محنكين شويه اللي بيقول يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه، ما هو طبيعي طبعا هم ولا هيفا فارق معاهم حاجه وما احنا ده المتوقع وكلام من ده، وما تقعدوش بقى تلوك لكم كتير في الموضوع ده. الواقع اللي انا شفته ان الحمله المضاده القويه اللي قامت بيها منصات اعلاميه عربيه واسلاميه كتير الفتره اللي فاتت علشان هايلايت او تعلم على المواقف المتناقضه دي كان ليها صدى جامد جدا، صدى على مستوى الاعلاميين اللي عكوا واعتذروا اعتذارات صريحه، وصدى في بعض الاعلاميين التانيين واحد زي تريفور نوح اللي عمل سيجمنت كامله في البرنامج بتاعه علشان يعلم على المفارقه دي، وصدى حتى في اماكن البيزنس. وبعضهم بالمناسبه اتفاجئ من اختلاف مستوى التعاطف بتاعه مع احداث اوكرانيا ومع الاحداث اللي بتحصل في الوطن العربي، ومفتوح حاليا نقاش على مستويات مختلفه جدا بالنقطه دي بفضل المجهود اللي حصل على منصات الالكترونيه المختلفه ان احنا نحط المفارقه دي تحت دايره الضوء. فرجاء من اخواننا المحنكين يخفوا شويه حناكه في الحته دي، والناس اللي بتتكلم في الموضوع ده تفضل تتكلم فيه وتعلي صوتها بشكل كبير، لان العالم الحقيقه بيسمعنا وبيتاثر. دي سريعا كده جوله في
في موضوع أوكرانيا ده على قدر فهمي، وارجع انصح حضراتكم تاني بمشاهدة المحاضرة بتاعة جامعة كاليفورنيا اللي اتقالت في موضوع أوكرانيا ده. والحقيقة المحاضرة دي احنا لخصناها ومجهزينها وهنتناقش فيها على الستريم بتاع التويتش. العدد الحمد لله مش كبير قوي لحد دلوقتي على التويتش، ما حصلش النزوح العنيف اللي بيحصل في العادة، فعددنا قليل وقادرين نتناقش وناخد ندي مع بعض في الكلام، سواء في التعليقات او بعض الناس اللي بتطلع تتكلم صوت. والمفروض ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هتبقى فيه مناقشة للمحاضرة دي، محاضرة بتاعة أوكرانيا بتاعة جامعة كاليفورنيا بتاعة بروفيسور ميرشيمر، غالبا هو اسمه كده، او ميرشماير، من تحضير احد الألشخنجية، وهيعرضها صوت. وهنبقى بالتوازي بنلعب باتل فيلد 1 بتاعة الحرب العالمية الاولى. وزي ما قلت قبل كده مش محتاج حضراتكم تلعب جيمز، بس تعالى واسمع المحاضرة. عارف الموضوع صعب شوية لبعض الناس، حاسس ان هم تاهوا والحكاية كبرت منهم وبقى في كذا حتة وكذا مكان. الحقيقة كذا حتة والكذا مكان دول للتسهيل مش للتصعيد، يعني مش مطلوب من حضراتكم متابعة كل حاجة في كل حتة. ببساطة خالص روحوا اعملوا فولو على تويتش، ولما نطلع لايف هتقدروا تشوفونا، واذا فاتكم اللايف هتلاقوا التسجيل بتاعه موجود على تويتش. والناس المتقدمة شوية في التعامل مع الجوجل تولز، الجوجل كالندر هتلاقوها موجودة فيها التواريخ واسماء المناقشات اللي جاية، واللي فاتوا المناقشة هيلاقي برضو التسجيل بتاعها موجود على جوجل كالندر كمان. منتظر حضراتكم ان شاء الله في المناقشات. سعيد ان العدد مش كبير علشان المناقشات تبقى منظمة اكتر، بس اتمنى ان كلكم تكونوا موجودين ان شاء الله في المناقشة. شكرا جزيلا لحضراتكم المتابعة، ونراكم قريبا ان شاء الله. سلام.